السلام عليكم. واحد المهاجر مغربي بغى يحرك اختو اللهجة المغربية يعني يديها معاه، دارها في الكوفر ديال الطوموبيل وسد عليها. فاش وصل الميناء ديال الجزيرة الخضراء كيحل الكوفر كيتصادم بأن الأخت ديالو توفات بعملية اختناق، وهذا الشيء وقع أثناء المراقبة ديال الجمارك الإسبانية، وذلك راجع هذا الاختناق الحرارة المفرطة اللي كتعرفها البلاد مؤخرا. فإن لله وإنا إليه راجعون. الإنسان كيبحث على الفردوس الآخر وكينسى الفردوس ديال الآخرة، فما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.